خدي في نفس المكان ولا في مكان تاني؟ المكان نفس المكان؟ نفس المكان. وانت شفتي الافلام دي؟ لا. امال عملتي ايه؟ قلت له ايه لما وراك الافلام؟ قال لي لا. انت قلت له ايه؟ قلت له ما بحبش الافلام دي. طيب وبعدين اداكي برضو قرص برضو ولا ما اداكيش حاجه المره دي؟ اداني قرص تاني. وبعدين حصل اتصاب تاني. وبعدين بعد ما عمل كده وداكي فين؟ مش كان بيرجعك لنص السوق؟ ايوه. طيب ما تقولي. السوق رجعني للسوق. رجعك فين؟ وسط السوق. هل طلب منك بعد كده انك انت تهربي معاه تقعدي معاه على طول؟ امتى بقى؟ قال لي ماما في الشغل نسافر اسكندريه. قدرتش. وانت قلت له ايه لما قال لك كده؟ اقول له لا. قلت له لا المره دي يعني؟ طب ليه ما قلتلوش لا المره اللي فاتت؟ خفت مني. انت قلتي لي خفت ماما تبلغ البوليس؟ ماما تخاف تبلغ البوليس. خفت. بنسى. خفتي ان ماما تبلغ البوليس؟ طب وانت مش انت عايزاه يتحاسب عشان خاطر هو اغتصبك؟ يبقى ليه خايفه ليه؟ بالعكس انت المفروض تخلي ماما تبلغ البوليس. هي خايفه ليقتلني. هي خايفه عليا ليقتلني. خايفه عليك انت ولا خايفه عليه هو؟ لا خايفه عليا انا لتقتل لان انا كل دنيتها. انت قابلتيه كم مره يا ايه؟ مرتين. في المرتين كنت نازله تجيب عيش؟ طيب في المره الثانيه بقى ما فكرتيش تقولي لماما؟ خفت منه برضو؟ ايوه. طب وامتى قلت لها؟ قبل رمضان. امتى؟ رمضان. في رمضان يعني بعد كام شهر من الموضوع ده؟ شهرين قلتها. بعد شهرين؟ وطول الشهرين دول انت ما قابلتوش؟ لا. يعني تاني مرة عمل ده ما قالكيش نتقابل تاني؟ لا. هي قولي الحقيقة دكتورة عاملة معايا. ما تخافيش. حاضر. ايوه. عشان ما تخرجوش. احكي لي ما تخافيش. عشان ما نخرجوش يا قايل. حاضر. ايه اللي حصل؟ قولي. هي عشان مامتها عرفت بالصدفة. لما كان ممكن تروح تالت ورابع وخامس. هي مش دريانة هي كانت بتعمل ايه؟ صحيح. هي ما كانتش دريانة هي بتعمل ايه؟ طب انت عرفتي ازاي بالصدفة؟ هي بدأت ان هي تخاف تنزل. يا ايه انزلي هاتيلي. لا انا مش قادرة. يا ايه تعيط وانا مش عايزه انزل. يا ايه طب يلا نروح عند اختك. تقول لي بس معاكي مش هروح لوحدي. يعني روح ودي حاجه لاختك. تقول لي لا ما تعالي نروح انا وانت ما اروحش لوحدي. ف كنت ليه خايفه تروحي لاختك؟ قبل. كنت خايف. ها؟ قبله. خايفه تقابليه؟ هو كان مستناكي فين؟ بيراقب بيتك يعني قاعد تحت البيت ولا بيعمل ايه؟ قولي ان هو كان بيقف قصاد البيت. قصاد البيت يقف وانا معرفش. بشوفه. كنت بتشوفيه قدام البيت؟ طب يعني كم مره واقف قدام البيت؟ مرتين بعد ما كان معاكي؟ مفيش ولا مره طلع لك البيت فوق؟ لا. ولا خبط عليكي؟ لا. ولا بعت لك ورقه ولا بعت لك حاجه قال لك انزلي؟ ما تعرفش تقرا. هيبعت لها ورقه ازاي؟ وما يتجرأش يخش البيت. بس هي درس الاولى اعدادي المفروض تكون بتعرف تقرا. لا دكتور مش الدرس الاولى اعدادي. لحد رابعه ابتدائي. على فكره قلت لك انا عندي سنتين مش 30 سنه. انت عندك كام سنه؟ سنتين. كم؟ سنتين. وعرفت لون البلوزه الاستاذ زحر لسه قايله لها دلوقتي البلوزه الصفرا دي حلوه يا ايه. طب دي لونها ايه؟ احمر. وايه كمان؟ و ابيض. طيب وانا اسمي ايه؟ عمرو الليسي. برافو عليك. وانت عندك سنتين؟ مش اكتر من كده يعني؟ طب انا عندي كام سنه ايه؟ سنه. كام؟ سنه بس؟ طب وانا عندي كام سنه ايه؟ سنتين برضو؟ يعني احنا قد بعض احنا الاثنين؟ وماما عندها كام سنه؟ سنة؟ انا زيك. يعني ماما اصغر منك؟ ليه ماما اصغر منك؟ امال مين اللي خلف مين؟ انت بتحبي ماما؟ بحبها. بتحبيها قوي يعني؟ بحبها قد الدنيا.
قد الدنيا بتجيب لك كل حاجه انت عايزاها. اه ان اخر حاجه جابتها لك كانت ايه؟ قولي. جابتني البروزه. ها؟ جابتني البروزه. دي فلوس؟ لا بلوزة. دي بروزه. جابت لك بلوزه؟ اه. لونها ايه؟ صفر. وايه تاني؟ بنطلون جينز. وجينز؟ اه. اه بتحبي اختك؟ اه. ويلا انا بس عايزه اضيف حاجه ان هي مش عايزه تقولها يعني وتخليها تقول الموضوع وخليها ترفض الموضوع. العنف اللي اتعرضت له ساعه الواقعه. هو ضربك؟ لا كان بيوقعها على الارض. بيوقعها وفي اثار كدمات في جسمها. اه كان في اثار كدمات. هو ضربك ايه؟ كان بيضربك على وشك. على وشك؟ امتى ضربك؟